السلام عليكم. حنا تنتواجدوا دابا باب بوجلود، وهذا اللي قدامنا هذه حديقه جايه من فوق الباركينغ سو تيران، مرآب تحت ارضي ديال باب بوجلود. هذا المرآب هذا اللي غادي يعطي واحد الجماليه للمكان، وغادي ينفس حركه السير، يعني ستاسيونمون تبارك الله جاي زوين. بقى الاول ان شاء الله تعالى ويفتح في وجه العموم، اللهم يسر. وللاشاره في مكناس راه ان شاء الله بيانتو غادي يبداو في المشروع ديال مرآب تحت ارضي ديال باب الرحى بالقرب من ساحه الهديم ان شاء الله تعالى. هذا هانتوما كتشوفوا، هذا جانب من المداخل كيهبطوا لتحت، اللهم يسر وبارك. حنا تتواجدوا بمدينه فاس قدام باب بوجلود. تحياتي لكم من فاس، وإلى اللقاء. تحية للناس في فاس العشاق ديالها.